والبداية مع نادي الزمالك اللي فاز على نادي الشرطة الكيني بنتيجة 1-0، أحرزه عبد الله السعيد في الدقيقة 45 من المباراة اللي أقيمت امبارح باستاد نيايو الوطني بذهاب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية. فريق بيراميدز تعادل مع فريق الجيش الرواندي بنتيجة 1-1 اللي أقيمت باستاد أماهورو في كيغالي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. أما منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس ففاز على المنتخب الجزائري بنتيجة 38-32 في نصف نهائي بطولة أفريقيا بتونس، وبكده تأهل منتخبنا إلى النهائي. منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة فاز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-0 ودياً في المباراة اللي جمعتهم على مجمع صلاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وده في إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة. وعالمياً فريق ليفربول خسر أمام فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي بريمير ليج. تواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما حجز نوتنغهام فورست في المركز الرابع مركزه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط. الدولي المصري محمد صلاح توج للمرة الرابعة على التوالي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الحصول على أعلى نسبة تصويت من قبل الجماهير بالرغم من الهزيمة. فريق ريال مدريد فاز على ريال سوسيداد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سوسيداد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأسباني. وفريق ميلان حقق الفوز على فريق فينزيا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي. وبكده مشاهدينا تكون خلصت جولتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منى وشاذلي. شكرا ليك يا جمانة، ولسه كلامنا مستمر عن الرياضة.